ريح نفسك واسترخي. مرخي انقلب القمر يا ولد. سل سل بوك انا شنكروبي. ريح نفسك واسترخي. اجيب لك طقيعه. جيب لي طقيعه. جيب لي اللي بتجيب لي كله جبه. الله يسعدك. عم شوف طقيت مو طقيت ابو ناصر هذا. لا طقيتك احنا نعالج كل واحد طقيته. راح اصير حمد سكر جوالك. والله سكر. باشر باشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نسكت. ايش رايك دكتور في الموضوع؟ هذه ممارسة قد تكون قاتلة. قاتلة للمريض بكل ما تعني الكلمة. هذا 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 بنفس الطريقة هذه يحدث عملية الشنق حرفيا. الآن أنت علقت الرقبة. ايوه. وسحبت المريض من تحت. ايه. نفس عملية الشنق تحصل بالشكل هذا، تعليق الرقبة ويتركون الجاذبية تسحب الجسم. ايه. وهذه الممارسات ينبغي أن يبتعد عنها. يعني الآن الواحد قاعد يروح لطبيب مرخص ومفحوص من الجامعة ومن هيئة التخصصات والبورد ويقول وين الزين فيهم، ما بالك واحد لم ما حد صحيح ما حد ما تعلم على أحد ولا أحد جداً فحص جداً مهارات. فهذه جدا خطيرة الممارسة.